بالنسبة لمقترح كيم محمد إن شاء الله محل تقدير ونظر أيضا ننظر فيه بحول الله كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز الوضوء بالماء الذي المعرض لأشعة الشمس أختي كريمة بارك الله فيك الجواب نعم الجواب نعم وما جاء في كراهيته عند بعض المذاهب الفقهية ليس عليه دليل فقد نص بعض الفقهاء على كراهية الوضوء بالماء المشمس المعرض لأشعة الشمس وقالوا بأن يورث البرص ولما سألنا الأطباء قالوا هذا غير صحيح ما يورث البرص ولا يورث الأمراض والأسقام ولذلك يجوز الوضوء بالماء المشمس